صحيح. الحمد لله، اللهم ارض عنا وعن شيخنا ابي حمزه وعن والديه الحاضرين المسلمين. ما هذا انت تتدلل عليها الان وتدخل عليها سرورا. في صحيحه في وزن مع كتاب المحاربين كتاب الرجم قال: باب من اظهر الفاحشه واللطخ والتهمه بغير بينه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي. علي بن المديني شيخ الامام البخاري في العله. نعم. قال حدثنا سفيان. سفيان هو سفيان بن عينه الثقة الثبت الأمين، لو ابن عينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، قالها الشافعي. قال الزهري. الزهري أمين المؤمنين في الحديث، واسع الحفظ جدا. عن سهل بن سعد. سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه. أنه قال: شهدت المتلاعنين. هو الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، نعم. أنه قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما، فقال زوجها: كذبت عليها إن أمسكته. قال: فحفظت ذاك من الزهري. قال رحمه الله: فحفظت ذاك من الزهري رحمه الله: إن جاءت به كذا وكذا فهو. وإن جاء به كذا وكذا كأنه وحرة فهو. قال: وسمعت الزهري يقول: جاء به للذي يكره. نعم، يعني جاء بالوصف المكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عليه الحد، مع أن القرينة موجودة، البينة تغلب القرينة. قال: لولا كتاب الله ليش. نعم، يعني ما سمعت أخا يتكلم مع أخي يقول: أنا أقسم بالله قلت ذلك، فما قال أصدقه، قال أصدق اليمين. يعني شو هو؟ طبعا تأدب لأنه مؤدب جدا، مهذب، متربي، يعني متربي تربية عالية. فما قال ما أصدقك، لكن ضمنها مبطنة، قال أصدق اليمين، انتهى. وهذا حق، خلاص غلبك بالشرع في هذا الباب. المهم أنه يصدق طالما أنت أقسمت باليمين، وأنت بقى بينك وبين ربك بإيش؟ بيمينك. فهنا البينة كانت كتاب الله، فالبينة تغلب القرينة. البينة أن الله جعل أنزل اللعان لأنه لم تقر له بذلك، إما أن يأتي بأربعة شهود، وإما الحد في ذلك. شوف صيانة للأعراض بكل قوة الدليل على ذلك. ولذلك قال: يا هزال لو سردت أو بثوبك. هذا الحديث سنكمل في الباب إن شاء الله، الباب بعد الظهر. هذا الحديث حديث عظيم جدا، فيه جمل عظيمة. هل ابن أمية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى الرجل على البعيدة، وهل يذهب؟ يعني إذا سكت على قهر ومات، وإذا ذهب لابد أن يأتي بأربعة شهود، أربعة شهود على ذلك، وإلا فالحد في ظهره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهره، أو الحد في ظهره. فقال: والله إن الله سيحمي ظهره. فأنزل الله آية اللعن. فهنا قال: إن أمسكت بها كذبت عليه، إن أمسكت بها فطلقها طلقات ثلاثة. وهو أصلا باللعن يحدث التفريق، والتفريق هنا على التأبيد، ما فيش رجعة، يكون الأمر على التأبيد في هذا. فلما طلب أن لا يعطيها مهرها ما كتب لها، قال: إن كنت كاذبا فهذا بالباطل، وإن كانت صادقة فيما استحللت من فرجها. إن كنت صادقا فيما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهذا أبعد وأبعد. فقال: يا رسول الله، كذبت علي أن أمسكها. فطلقها ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: انظروا به إذا جاءت خدلش الساقين أكحل العينين. فجاءت به على الوصف المنكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا البينة، لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شيء شأن. وهنا لا يعمل بالقرائن مع وجود البينة. ولذلك الدي ان اي، من اسمها دي ان اي، هذه ان اي، وكل هذه لا تثبت نسبا ولا تثبت حدا، كل هذه قرائن ولا تسوي شيئا، لأن الحد الوالد فراش والعاهر الحجر في هذا الباب. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. إن شاء الله نكمل بعد ظهر باقي البخاري. ادعوا لي أن ينتهي البخاري في رمضان، ادعوا لي ذلك، يعني يكون صادقا يدعو الله ثم بعد ذلك تؤخذ القرارات. ادعوا لي بس بالله عليكم. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبكم جميعا في الله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم.
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.